يعني انا بالنيابه عن كل المصريين الانجليين وان فضيله الوزير في شهر رمضان المبارك وبقرب عيد الفطر المبارك، وبقول للسيد الوزير المواقف التي يتبناها هي مواقف مشرفه تبني اللحمه الوطنيه المصريه، اراءه واتحاداته الفكريه والفقهيه اتحادات مستنيره بتساعد على دفع التنميه وتساعد على دفع العيش المشترك في مصر. احنا في غايه السعاده للقاء مع الوزير، بنقول لك كل سنه وانت طيب، وبنقول لكل المصريين كل سنه وانتم طيبين. لدينا قياده سياسيه نحترمها ونقدرها لمواقفها الوطنيه الرائده، لدينا مناخ للعيش المشترك بنشترك كلنا في دعمه. وانا بهذه المناسبه اود ان اشيد بالادوار التي تقوم بها وزاره الاوقاف، وسنشارك كهيئه انجليه مع الوزاره في صكوك الاضحيه التي تقدم للمصريين جميعا دون تمييز. هذه المشاركه هي نوع من دعم اللحمه الوطنيه على ارض الواقع، وننتظر أن نكون مع الوزارة بعدد من اللقاءات التي تهدف في النهاية إلى دعم الاعتدال ودعم العيش المشترك. كل سنة وأنتم طيبين.